نصايح الدحيحة مش بيقولها لك بارت 1. لو عايز تجيب تقديرات عالية خلال فترة الجامعة يبقى لازم تعمل الآتي. حاول انك تقرا المحاضرة قبل ما تروح، لان ده بجد هيساعدك بشكل كبير جدا علشان ما تتهش اثناء المحاضرة وتفهم بشكل اكبر. لازم تحط في دماغك بدل ما حضرت المحاضرة يبقى لازم تكتب كل كلمة قالها الدكتور، وما تفكرش انك تروح ترجع البيت عشان تسمع ريكورد. بدل ما انت حضرت يبقى لازم تكتب كل حاجة بتتقال. وحاول انك اول ما ترجع انك تبيض المحاضرة على طول، لانها بتكون لسه في دماغنا، فحاول انك تستغل ده. ممكن الموضوع هيكون متعب شوية، ولكن صدقني انك في اخر السنة هترتاح بشكل كبير جدا، لان كل المحاضرات هتكون متبيضة ومتخزنة في دماغك بشكل كويس. علشان تكون خلصت جميلك للاخر، فاعمل مراجعة اسبوعية تراجع فيها كل المحاضرات اللي خدتها في الاسبوع. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحة جديدة. سلام.